طيب سؤال يعني شبيه بهذا الموضوع، انه هذا الاخ يسال انه عمه له مبلغ من المال في بنك ربوي يبدو في بلد اوروبي، وكان ينصحه بان لا يتعامل مع البنك، لكن قال انه اوكله في الاخير بسحب الفوائد وايصالها اليه في بلده، فهل يوصل هذه الفوائد الى عمه في بلده ام انه يتعذر له عن هو الفوائد يصل إلى بس لا يأخذها لنفسه. يعني هذه الفوائد التي تجمعت من الربا لا يستحلها الإنسان لنفسه، وإنما يأخذها ليوصلها إلى جهة من جهات الخير. لا، هو بيسأل عن دوره، هو عمه كلفه بسحب هذه الفوائد من حسابه وإرسالها إليه، فهل هو شريك؟ هو لازم يقول له انت هتستعملها لنفسك ولا لا. اذا كان هيستعملها لنفسه لا 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 تشترك في هذا، لانه سيكون شريكا في الاسم بقدر جهدي. انما اذا كان هيوصلها الى جهه، لانه احنا بحثنا هذه القضيه، المال الحرام ده زي المال اللي جاي من الربا ده ماذا نفعل فيه؟ فالبعض كان يعني حتى من بعض السلف قال لك ترميه في البحر اتخلص منه، بس هذا اضاعه مال على المسلمين. والبعض قال لك يأخذه لنفسه، لا لا يأخذه لنفسه. والبعض قال لك تتركه للبنك، البنك هيتقوى به كأنك بتقوي البنك الربوي. وبعض هذه البنوك بتأخذ هذا المال وتعطيه لجهات يعني يهودية أو جهات كنسية تبشيرية، فربما يستعمل في تنصير المسلمين أنفسهم، فهذا لا يجوز. إن فيبقى يعني مصدر احتمال واحد، وهو إنه ينفق على الفقراء والمساكين وعلى جهات الخير من المسلمين. فإذا كان عمه هياخده هذا الشيء ينفقه في جهات الخير يساعده، وإلا لا يساعده.